مرحبا. يا يلا هاي، مين فينا بحب الكيك الناشف؟ اكيد ما حدا. الكيك بيتميز بطراوته، وسر هيدي الطراوه هو تسقايته. انا بعتبر انه تسقايه الكيك هي خطوه اساسيه ليكون عنا كيك طيب. اليوم رح نحضر القطر لتسقايه الكيك، وهو من ضمن مجموعه الوصفات الاساسيه لتحضيره. الوصفه كتير سهله، لكل كوب مي منضيف كوب سكر، منحطهم على النار ومنغليهم. فيك تحضر الكميه اللي انت بتحتاجيها، على شرط انه تتذكري دائما تزيدي نفس كميه المي والسكر. من بعد ما يبرد القطر بنحطه بقنينة وبنسقي فيه. أنا اخترت هيدي القنينة لها عدة فتحات. طريقة سهلة لتسقية الكيك من كل الميلات. تذكري إنه ما لازم نسقي الكيك كتير، بس الكمية اللي بيحتاجها لترتيبه، يعني أنت بحاجة لحوالي ربع كوب للكيك الصغير. يمكن عم تفكري إنه القطر حيزيد من حلاوة الكيك. إذا أنت بتفضلي كيك بسكر قليل، استبدلي القطر بطعمة العصير اللي أنت بتحبيها. هيدي كانت وصفتنا. هيدي كانت وصفتنا. ما تنسوا تتركوا لي أسئلتكم واقتراحاتكم لفيديوز جديد بخانة التعليقات، وتعملوا سبسكرايب لقناة أطيب طبخة وتدقوا الجرس لحتى يوصلكم نوتيفيكيشن لكل فيديو جديد. وين الجرس؟ هو وين بيكون؟ خلصت. ما أنت باي. باي. كيف شو؟ باي.